السلام عليكم متابعي قناة مزرعتك في بيتك الأوفياء. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء. فيديو اليوم هو عن طريقة زراعة إكليل الجبل. قبل ما نبدأ الفيديو نرجو منكم متابعينا الأعزاء دعمنا بلايك وبالاشتراك في القناة ونشر الفيديوهات لأحبائكم ولأقاربكم وحثهم على الاشتراك حتى نتمكن من نشر المزيد من الفيديوهات ولتشجيعنا. اليوم اشترينا إكليل الجبل، هام جدا، عنده عدة فوائد طبية، خاصة مثلا الأمور الصدرية والهضمية، مثلا ضد نزلات البرد ويسهل الهضم، وتدخلوا يعني طبيا تجدوا فوائده المذهلة في الانترنت. اشتريناه نستعملوه في الشاي احنا خاصة، وباش نجفوه كما تشوفوا هنا عندنا كمية للتجفيف، وحبينا في نفس الوقت نستثمر هذه الفرصة لانه ليس متوفر دائما يعني اخضر في السوق، احيانا تجده يابس لزراعة بعض الاعواد منه. لطريقة الزراعة، اول شيء الصبح لما جبته نقوم بقطع يعني أسفل العود قطعة ووضعها في كوب ماء، ويعني تحاول وضعها ما تجاوزش الفترة يومين، ونقلها مباشرة إلى التربة باش نزرعها للتشتيل حتى يشتل وبعدين ننقلها لمكان واسع. استعملت هذه أكواب الماء، أول شيء الأكواب الماء هذه لتجهيزها باش نقوم بثقبها، ثقوب من تحت حتى تصريف الماء وحتى لا تتعفن الأعواد، خطر أي قصيص لازم تصريف الماء. باش نستعمل الثقب هذا هذا المفك القديم، سنقوم بتسخينه ومن ثم ثقب هذه الـ يعني الأصاصيص أو الأصيصات الصغيرة لغراسة الإكليل فيه. تابعوا معنا عملية الثقب وعملية الغراسة. هنا عندنا الموقد، نقوم بالتسخين، وضع هنا هذا للتسخين. أهم شيء يكون يعني أي شيء، مفك، براغي، مسمار، أي شيء باش يكون قدر ممكن تخربه بالسكينة أو شيء يقطع البلاستيك، هذا يكون الثقب بالحرارة أفضل، لكن مسمار ولا أي شيء، لكن أهم شيء أنا اخترت هذا لأنه عازل من هنا بلاستيك حتى لا يسبب يعني يتسبب ب يكون الحرارة يعني تحرقك أو شيء. لا نحتاج التسخين لدرجة حرارة مرتفعة حتى يصير أحمر الحديد، لأن البلاستيك سمكه خفيف جدا، يعني تحت تسخين بسيط جدا. إذا حسيت فيه شوية حرارة أو ناخذه من هنا باش نزوب بعض الثقوب، شوفوا سهل جدا. أوكي، ثقب بسهولة، تشوفوا اخترق. سأكمل الثقب وبعدين نوريكم، لأني لا أستطيع العمل بيد واحدة، نوريكم كيف صار في النهاية. إذا هذا اللصيص بعد عملية الثقب، نحتاج يعني ثقوب كثيرة، ثقبين من تحت، وأهم جدا تكون في ثقوب جانبية، لأن أحيانا الرمل أو شيء يقفل الثقوب هذه، لأن لما يكون الموضوع بالطريقة هذه ما يقدرش يطلع الماء بسهولة. دائما الثقوب جانبية في أسفل القصيص، يعني ثقبين متقابلين. أوكي، باش نعبوهم الحين بالتراب الزراعة، هو البيت موست. تراب البيت موست هو تراب يعني ناتج عن تحلل الأوراق الدبال، أوراق الأشجار في بعض الغابات، يأتي يعني عدة من عدة الدول، لكن معي البيت موست صناعة ألمانية، ويعتبر وسط زراعي جيد جدا حيث أنه يحافظ على الماء وخفيف، يعني سهل اختراقه من جذور النباتات، يسهل طريقة رهيبة نمو النباتات، لكن لا توجد به مغذيات كافية، يحتاج دائما تضيف له سماد. أنا عادة أفضل السماد الحيواني، يعني سماد فضلات الأبقار، طبعا لازم يكون تعرض للتحلل، يعني عمرها أكثر من سنة ما فيش رواح. أيضا عندكم سماد الدجاج أو سماد الحمام، لكن أهم شيء يكون تعرض للتحلل، إذا كان تضع جديد راح يحرق النباتات. وفي اللي يحب الأسمدة الكيميائية موجودين كيما الام بي كي إلى آخره، لكن لا أحبذ الأسمدة الكيميائية، جربتها وتعاملت معها جيدة للنبتة لكنها تصبح النبتة ضعيفة و
قابلة أكثر للأمراض وأيضا ليست جيدة لصحة الإنسان. أوكي، نواصل نشوف الحين طريقة ملئها بالبيت موست وزراعة أعوادك للجبل وسقايتهم، باش نتابعوا نموهم إن شاء الله مستقبلا. إذا هذا هو البيت موست، تراب البيت موست، شوفوا هو يعني من متكون من يعني من تحلل أوراق الدبال وخفيف جدا. شوفوا يعني حتى الأصيص كي تحمل فرق ما بين حملة هو وحمل التراب العادي، تجدوه في محلات للتبيع يعني الزراعة إلى آخره. سهل جدا الحين النقل تاع الشتلات، باش تشوفوا باش ناخذ يعني تقريبا عندي 3 أغصان، باش نحط 3 أغصان هذه في أحدها كبير واثنين صغار، باش نحط الكبير هنا. شوفوا يعني نحاول نتخلص من بعض الأوراق اللي تكون تحت خاطر باش تسبب تعفنات، نخلي كان الأوراق الفوقية يعني تقريبا حوالي 5 سنتيمتر. نقوم بغرس العود حتى يتماسك جيدا في التراب، وبعدين باش نقوم بسقايته. نفس الشيء هنا باش نحط عودين هنا، نحاول تشتيل عودين، واحد اثنين اصغر شوي حجمهم صغيرات. و بالنسبة لهذا العواد، نشوفوا عندكم هذه الرشاش الماء هام جدا وممتاز لسقاية النباتات وحتى المدوات. هنا باش نستعمل اكواب فاضية يعني مش مرقوبة من تحت، باش نحط في كل كوب منها الاصيص، باش حتى اذا تسربت مياه، خاطر باش نحطهم مبدئيا هنا في المطبخ قريبين من النافذة، اهم شيء تخليهم في الضوء حتى يكبروا، بعدين ننقلهم الى مكان واسع هنا باش ما يسربوليش الماء في المطبخ، باش حتى اذا تسرب ماء يبقى موجود في الجزء السفلي. وباش نبدا بالسقاي. الرائحة نتاعها ما شاء الله راحية، رائحة ذكية جدا. نعطي أول مرة سقاية غمر حتى نشوف الماء، تشوفوا الماء بدأ يتسرب من تحت، يرتوي جيدا. وبعدين يعني نولي حسب حاجة التربة، نلمس التربة تقريبا سنتي تحت التربة، إذا وجدتها جفت نستلم يعني حسب الحاجة وحسب المناخ، يعني مثلا مش راهو قانون للسقاية واضح كل بلد، يعني درجة الحرارة درجة الرطوبة تختلف من مكان لمكان آخر. شوفوا الماء أنا نزل، يعني عطيتهم أشبعتهم بالماء جيدا حتى هنا وممتاز، حتى الماء هذا من هنا بعدين إذا كان تبخر بالحرارة راح يطلع يسقي النبت، يعني الطريقة جيدة هامة جدا الطريقة هذه. أصيص تحت أصيص يحصل الماء، يعني زائد يكون يعني إذا كان ولو ما ضاعتش هذا الأصيص تحت أصيص مغلق لو الماء تسرب في المطبخ. شوفوا يعني العود ان شاء الله نتابعوه عادي جدا لو لاحظت اصفرار الاوراق ولا جفافها وسقوطها، وبعدين يبدا ان شاء الله ينتج من جديد اوراق جديد. تابعوا ان شاء الله في فيديوهات قادمه ان شاء الله بدايه نجاح هذه الشتلات. شكرا لمتابعتكم لنا، ونرجو دعمنا باللايك وبالاشتراك في القناه، وحث اصحابكم واحبابكم واقربائكم على مشاركه المحتوى معهم، وحثهم على الاشتراك لنزيد إن شاء الله في الإبداع مستقبلا. شكرا لكم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.